قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت عند إحدى قريباتي مسبحة يبلغ طولها أكثر من مترين، وفيها أكثر من 2000 خرزة، وتدعي أنها تقوم بالتسبيح بها لرغبتها في الإكثار من التسبيح، فهل فعلها صحيح؟ هذا فعل الصوفية، هذه شعار الصوفية، مسابح الصوفية، انصحها عن هذا العمل، أقول سبحي بالأصابع، عدي التسبيح بأصابعك، هذا الذي ينبغي لك، ولا تتشبهي بالصوفية هذه المسابح الغليظة. نعم.